بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. هذه المرة الرسالة من محافظة ذي قار، من فتاة حسينية متعلقة بمجالس الإمام الحسين عليه السلام، ومتعلقة بصاحب الزمان سلام الله عليه. تقول: أنا طالبة مجتهدة في الدراسة، وبحمد الله عز وجل تخرجت من الجامعة. وتقول هذا الكلام منذ 7 سنوات، قبل 7 سنوات بالضبط، عندما تخرجت من الجامعة وأمي كبيرة في السن، ولدي أخوة كبار أيضا متزوجون ولديهم أولاد وأحفاد وإلى غير ذلك، لدي أخوات كبيرات متزوجات لديهن أحفاد، ولكن يعني أطفالا وليس كبارا، وأنا الفتاة الأخيرة في العائلة كأصغر سنا. النتيجة بأن أمي كبيرة في السن جدا، لم يبقى في البيت أحد إلا أبي وأمي وهم كبار. لذلك ماذا فعلت؟ عندما كان يأتي أي شخص للزواج ولخطبتي، كنت أتذكر كيف أن أخي الكبير مثلا كان يأخذ أمي فترة عنده، ولكن زوجته كانت في بعض الأحيان تتضجر وتنزعج، أو إن أختي تأخذ أبي لفترة وكان زوجها ينزعج قليلا. فلذلك آليت على نفسي بأن لا أتزوج ما داما هم على قيد الحياة، لأن من لهما ربما أتزوج من شخص وهذا أيضا يتضجر من أمي أو أبي، وإذا بهما يعني يبقيان من دون أي عناية ورعاية. وتعرفون جيدا أيها الأحبة، هذا كله بعين الله، بل هو من أعظم صور بر الوالدين، بأن الإنسان يضحي بأجمل ما في الحياة، وهو مسألة الزواج والاستقرار ورؤية الأولاد والأطفال إلى غير ذلك، لأجل العناية بالوالدين، وهذا بعين الله وبعين صاحب الزمان سلام الله عليه. تقول: على كل حال بدأت دائما في خدمتهم أمي وأبي، وحتى تصوروا بأني لم أذهب يمينا وشمالا وأفكر في الوظيفة إلى غير ذلك. أمي لديها راتب تقاعدي لأنها موظفة يعني متقاعدة قديما، وأبي كذلك، وكنا أنا وأبي وأمي نكتفي بالراتب التقاعدي. أنا ألغيت نفسي تماما، أنا حذفت نفسي من الحياة، لم أحسب لنفسي أي حساب إطلاقا، وكان بر أمي وأبي هو كل ما يشغلني خلال اليوم ويشغلني خلال حياتي. مر السنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس إلى غير ذلك، حتى وصل بي العمر إلى 35، توفي والدي رحمة الله عليه، وبقيت أمي كبيرة في السن، وبدأ صراحة أخوتي وأخواتي لا يستطيعون أبدا أن يصبروا عليها، لأن المرأة عندما تكبر في السن تكون احتياجاتها أكثر ويكون مزاجها صعب قليلا، ولذلك أنا أيضا بقيت على نفس الحالة. على كل حال، في يوم من الأيام نظرت إلى المرآة، وإذا بالشيب الشعر الأبيض بدأ يظهر في رأسي، وهنا في لحظة من اللحظات قلت: إذا ما توفيت أمي ماذا سأفعل؟ تقول: أنا أعلم كل العلم بأن أخوتي وأخواتي سوف يأتون إلى البيت ويطالبونني كما يطالب أحدهم الآخر ببيع البيت وتقسيم الورث إلى غير ذلك، من المستحيل، أنا أعرفهم. تقول: أم من المستحيل أن أبقى في البيت، وهنا سوف أقوم بعد ذلك أو سأكون بعد ذلك ذليلة، أعيش في بيت أختي لفترة، ثم أعيش عند الأخرى، ثم أعيش عند أخي لفترة، وأكون ذليلة عندهم. هذا الأمر قد أخافني كثيرا، جدا أخافني، بل في بعض الأحيان قلت: لو أني متزوجة يعني، والأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يعني أقع في
أقع على زوج يحترم أمي يحترم أبي. بدأت أفكر وأقول لماذا لم أفكر مطلقا، لماذا أغلقت هذا الباب مطلقا ولم أفكر فيه، ربما أقع على زوج يحترم الأب والأم إلى غير ذلك. على كل حال فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى وإلى صاحب الزمان سلام الله عليه، ماذا أفعل؟ غير صاحب الزمان لا من ألتجئ. وتقول دائما وأبدا أكرر هذه العبارة: إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. هذه العبارة التي هي من عبارات دعاء كميل. وبعد ذلك أقرأ فورا ماذا؟ دعاء الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. أقول: إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. الآن أنت تنظر في أمري، كيف كيف سيؤول أمري؟ إلى ماذا؟ إلى الضياع، إلى الذل، إلى عدم وجود أي مستقبل، عفوا، لأني لا أملك وظيفة وسأحتاج أن أبحث عن وظيفة وإلى غير ذلك. نعم، يقولون أخبروني بأنه التقاعد سيكون لي إلى غير ذلك، وتعلمون جيدا لا قيمة لهذا الأمر إذا أصبحت وحيدة وبيع البيت وإلى غير ذلك، ماذا سأفعل في التقاعد؟ هل سأجلس في الإيجار لوحدي؟ أكيد أخوتي وأخواتي لا يقبلون من باب الشرف والعرض والكرامة، ولا بد أن أعيش معهم، فإذا سأعيش ذليلة ليس كما هو في حياة أمي وأبي. على كل حال هذا التفكير كان يأكل قلبي، والصباح يجعله ماذا؟ يجعله كالرماد، كان يحرق قلبي، وعند الصباح يتحول قلبي رمادا. ولكن دائما وأبدا أمي تراني مبتسمة. في إحدى ليالي الجمعة بينما بين الله سبحانه وتعالى، بعد انتهيت من تغسيل أمي تماما وكذلك وضع الطعام لها وأخذ الدواء لها إلى غير ذلك وترتيب الفراش وبقية الحاجات المتعارفة، جلست فيما بيني وبين الله في غرفتي. فورا فقط أغلقت الباب وجلست على المصلى بكيت، سجدت لله سبحانه وتعالى وبكيت وقلت: يا رب لا أريد ذلا بعد عين أمي وأبي، إما أن تجد لي طريقا وتختارني وأرحل إليك يا رب، أموت مع موت أمي بعد عمر طويل، وإما أن تجد لي حلا. دائما وأبدا أكرر: إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. ثم أقف على قدمي وأقول: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. وبعد الانتهاء من دعاء الفرج أبدأ أشكو إليه حزني وكذلك ما أمر به من مشاعر. في هذه الليلة سبحان الله، لشدة حرقة القلب ولشدة الضياع الذي شعرت به والتوهان الذي شعرت به، نمت على المصلى، نمت على مصلاتي، مددت يدي وضعت رأسي على يدي ونمت على المصلى. وسبحان الله ما رأيت نفسي بعد دقائق إلا وكأني في مسجد السهلة، في النجف الأشراف، في مسجد السهلة. الناس يزورون والزائرات كذلك يقرأن القرآن، وأنا بين الزائرات رفعت رأسي وحمدت الله كأني في عالم الرؤيا وأقول: سبحان الله، من أتى بي إلى هنا؟ أنظر إلى أهلي، هل هو أبي، أمي، أخوتي، أخواتي؟ لم أرى أحد قد أتى بي إلى هنا. وإذا بإحدى النساء تشير إلي في عالم الرؤيا وقالت لي: من أتى بك إلى هنا؟ ذاك الشاب. فنظرت إلى ذلك الشاب وإذا به شاب نوراني يحمل من الهيبة والوقار إلى غير ذلك، وكأنه نبي من الأنبياء، وصي من الأوصياء. فسألتها: من ذلك الشاب الذي أنت تقولين بأنه هو الذي قد أتى بي إلى مسجد السهلة؟ فقالت: هو صاحب الزمان سلام الله عليه، إمامنا المهدي المنتظر، وإذا كانت لديك حاجة فاذهبي واسألي. تقول: أنا بين خوف شديد من هيبته ومن طلعته البهية، وبين أمل كبير في أن أذهب إليه وأشكو أمر إليه. ما إن خطوت خطوة وإذا بي أسمع صوتا ملائكيا جميلا وقال قائلا:
لا يحتاج أن تخبريني بما تمرين به، لا يحتاج أن تخبريني بما تمرين به، نحن لا يعزب عنا شيء من أحوالكم ولا من أخباركم، لا يخفى علينا شيء. كان قد يعني أنا أنظر إلى ظهره، لم أرى وجهه الشريف، ولكن هذه الكلمات تطوف في أذني ويسمعها عقلي وكذلك يشعر بها قلبي. لا يحتاج أن تخبريني بما تمرين به، فإني لا يخفى علي شيء من أحوالكم أخباركم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك جلست من النوم، فرحت كثيرا لهذه الرؤية، وقلت الحمد لله بأن ما أمر به هو الله سبحانه وتعالى ناظر، وصاحب الزمان حاضر، وإن شاء الله سيجد لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه. على كل حال، كانت لدي صديقة في الجامعة، صديقة مقربة جدا، وتقول أنا يعني صراحة قليلة العلاقة في الجامعة. هي كانت صديقة واحدة وتزوج ثم تغير رقمها إلى غير ذلك فجأة، لم ترسل لي رقما جديدا، وضاع الأمر بأكمله. وإذا بها سبحان الله في اليوم التالي أجد هناك طارق في الباب، تصورت بأنه أحد إخوتي أو أخواتي وعوائلهم. أفتح الباب وأراها صديقتي التي فارقتها بعد التخرج. بمجرد أن رأيتها أنا بكيت، وهي كذلك بكت، وأدخلتها إلى الحديقة، حديقة المنزل، وتعانقنا طويلا ونحن نبكي. وبعد ذلك قلت لها هذه العبارات، يعني تقول بين قوسين: أما تخجلين، أما تستحين، لماذا غيرت رقم الهاتف، أما تسألين عن صديقتك الوحيدة إلى غير ذلك. ثم أدخلتها إلى البيت وبدأنا نذكر الجامعة وأيام الجامعة والامتحانات والدراسة وإلى غير ذلك. ثم قالت لي: أين أنت؟ كيف هو الحال؟ فقلت لها بأني أنا منذ تخرجت إلى يومنا هذا هو حالي، أنا أراعي أمي، توفي والدي وأهلي بهذه الصورة. فهي الظاهر بأنها لم تسأل عني، لأنها تعرف تعرف بيتنا، هي لم تأتي وتسأل عني إلا لأن لديها شيء. ما هو هذا الشيء؟ قالت: أنا صراحة جئت إليك، أخي متزوج من فتاة، وهذه الفتاة لم تلائم طبعنا أبدا، على حد قولها أرتنا نجوم الظهر في عز الليل، لم نستطع. فلذلك قام أخي بتطليقها، قام بطلاقها، وهو الآن يبحث عن فتاة متربية صاحبة أخلاق صاحبة دين. وأنا ذكرتك الآن وقلت له إن ما تريد لدي، ولكن هل تريدها صغيرة؟ قال: لا أنا اكتفيت من الفتاة الصغيرة، أريدها عاقلة مناسبة لعمري، وهو كان عمره بالأربعين وأنت عمرك فوق الثلاثين، فأنت ملائمة جدا. فسكت أنا، وصراحة اتصلت بأخي الكبير وأخبرته، وكذلك بقية إخوتي وأخواتي، وقالوا: لا بأس، فليأتي في اليوم الفلاني. تجمعوا في البيت وسألوا عنه وسألوا عنا، وبحمد الله عز وجل تمت الموافقة وتزوجنا. تقول: لا أخفيكم سرا، تصورت بأنه ما دام قد عاش مع امرأة وطلقها، ربما هو إنسان ليس بالجيد، ربما أخلاقه غير جيدة، تصرفاته، ولكن سبحان الله بالعكس كان واعيا مثقفا، ولكن اختياره في أيام شبابه الظاهر لم يكن يعني اختيارا موفقا. وعندما يكبر الإنسان ويكون ناضجا واعيا، يعرف حاجته الحقيقية من شريك الحياة، بأن يقف معه في السراء والضراء، يعينه في كل شيء، يساعده في كل شيء، يقف معه في كل شيء. تقول: بحمد الله عز وجل ذهبت إلى بيته، وبحمد الله رغم هذا الكبر في السن أصبح لدينا بحمد الله طفلان، وربيناهما تربية رائعة وجميلة. وأمي رحمة الله عليها توفيت، ووقع المحذور، إخوتي أخواتي باعوا البيت وقسموا الورث، ولكن صاحب الزمان عليه السلام لم يتركني، والله سبحانه وتعالى لم يتركني بفضل هذين الذكرين،
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري، ثم أقرأ دعاء الفرج. أصبحت الآن بحمد الله مستقرة، وعوضني الله سبحانه وتعالى عن كل التعب الذي رأيته في حياتي مع شخص محترم جامعي إلى غير ذلك. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.